طلاب، السلام عليكم. وصلنا إلى الشانل كاباسيتي. كنا نتكلم عن الباينري سيمتريك شانل. فناخذ الشانل كاباسيتي. طبعا كل شانل أو كل قناة إلها سعة، وأنتوا شايفين بال يعني واحد من يروح لابو الإنترنت يعني تكون الكلفة على أساس الكباستي، يعني يقول لك هل قد بيت أو يعني بايت أو فتشي تقاس بالبيت بير سكند يعني. فهذه هي تسمى الشانل كاباستي وإلها دراسات، وراح ناخذ فتشي بسيط يعني ندرس هو الشانل كاباستي اللي هي سعة القناة، قد كم بت بير سكند سعة القناة، وعلى من تعتمد هذه السعة. فهذا اشتقاق يعني للبت بير سكند يعني او الشانل كاباستي للباينري سيمتريك شانل. طبعا هي هذا الاشتقاق يعني جبناه احنا، طبعا هذا يحتاج الى ان تكون محاضرة حضورية حتى نوضحها بالتفصيل، يعني ما راح نطلب معكم الاشتقاق. المهم تكون عندي هذه المعادلة، يعني نحفظها، هاي الكي اللي هي احد عناصر المعادلة مات الشانل كاباستي. راح تشوفون هذه نوصل بالنهاية هذه الشانل كاباستي اللي هي هذه سي او الكاباستي تساوينا 10 تساوينا لوج 2 للام زائد الكي، والكي هذه المعادلة مالتها اللي أشرت لكم إياها، هذه المعادلة مطلوبة، وهذه المعادلة أيضا مطلوبة اللي هي الكي السي تساوي لنا 10 لوج 2 ام زائد الكي. الام هي عدد المصفوف، يعني عدد الصفوف بالمصفوفة. احنا عندنا كما تعلمون المعادلة الشانل تكون على شكل مصفوفة وبها عدد من الصفوف وعدد من الأعمدة. بالنسبة للباينري سيمتريك شانل تكون عندنا المصفوفة 2 في 2 باينري، لأن هو 2 إرسال 2 استلام، فيصير عندي 2 في 2 المصفوفة مالته. راح ناخذ هذا الإكزامبل اللي طبعا بالإكزامبل إما يعني ننطي هكذا الرسم نقول هذه الباينري سيمتريك شانل عندي 2 انبوت 2 اوتبوت، وننطي عندي البي ناقص واي، يعني هذا بي ناقص واي او 1 ناقص بي اللي هي 0.7. اذا هذه البي تساوي زيد، يعني طبعا تعرفون يعني عندي البروبابيليتي الاكس توصل للواي بدون خطا هي 1 ماينس بي. اما البي هي شنو؟ فالبروبابيليتي او احتماليه انه الاكس وان تنقلب من الصفر الى الواحد او من الواحد الى الصفر، او نقول عليها من اكس 1 تروح للواي 2، يعني ما توصل الى الواي 1 تروح، معناها من قلنا تروح يعني معناها ينقلب الواحد يصير صفر والصفر يصير واحد. هذا جد احتماليه بي. زين احتماليه الاكس يوصل للواي صحيح وتكون 1 ماينس بي، وعاده تكون كبيره يعني المفروض اكثر من 0.6 يعني او اكثر من 0.5. يعني اذا قلنا يعني اكس هاي الاحتماليه اذا قلنا هي 0.5 معناها عندنا نص البيانات يتروح يصير بالخطا. زين هنا أنا من نقول 0.7 يعني 70% من البيانات توصل صح و30% خطا. فاذا انت من انطيناك هاي 0.7 معناها تعرف هاي الخطا راح يصير 0.3. ومن هذه الرسم من هذا الرسم نقدر نطلع او نرسم المصفوفة. لاحظ يا ابو شلون نرسم المصفوفة، هاي عندي الاكس 1 واكس 2 وهاي عندي واي 1 وواي 2. زين فعندي اكس 1 تروح للواي 1، يعني هاي شوفوها اكس 1 تروح للواي 1 هي 0.7. زين اكس 1 تروح للواي 2، شوف هاي عندي اكس 1 اكس 2 مثل ما قلت لك، وهذه واي 1 وواي 2. زين تروح عندي هسه قلنا x1 للواي 1 هي 0.7 وx1 تروح للواي 2 هي 0.3، لانه شلون طلعتها هي ما ناطيني اياها بس ناطيني هنا 0.7، اذا هاي 0.3. وبما انه سيمتريك فاذا كانت هاي 0.7 هي نفسها 0.7، هنا احيانا بس ننطي هنا هذا الرقم 0.7 او بس ننطي هذا الرقم 0.3، الباقي كلها انت تطلعها. ليش؟ لانه اول شيء سيمتريك
فإذا كانت 0.7 هي نفس 0.7 ومن 0.7 نطلع هذا 0.3 فإذا هذه أصبحت عندي معلومة فيعني كون واضح عندكم هذا رجاء فيعني السؤال ينطيك إما الرسم أو المصفوفة أو ما ينطيك لا الرسم ولا المصفوفة يقول لك الـ error probability of error تساوينا 0.3 فأنت تعرف يعني معناها هذه هي 0.3 إذا هاي 0.7 زين وهذه أيضا 0.7 لأنه symmetric symmetric يعني متشابه إذا كان الإيرر هنا 0.3 هو نفس الإيرر هنا 0.3 وإذا كان هنا 0.7 هو نفس 0.7 هنا فإذا لأنه symmetric ومثل ما قلنا شروط symmetric شروط symmetric إنه تكون عندي المصفوفة مربعة يعني عدد الصفوف يساوي عدد الأعمدة وشنو الشرط الثاني قلنا عند الأرقام الموجودة في أي صف نفسها موجودة في الصف الآخر لكنه مقلوبة يعني متغير مكاناتها فإذا نلاحظ هذه تحقق بها شرط السيمتريك إذا هسه شنو المطلوب يقول أريد فاين شانل كاباسيتي والإفيشنسي زين هسه بها مطلبين مطلب الأول هو الشانل كاباسيتي والمطلب الثاني هو الإفيشنسي إذا عندي الترانس انفورميشن تساوي 2 بتس هذا نخليها على صفحة هسه نجي هسه ندوخ بالفاين الشانل كاباسيتي شلون نلقي الشانل كاباسيتي الشانل كاباسيتي معلومة معادلته سي تساوي لوج 2 الام زائد كي زين بما انه الام قلنا هي عدد الصفوف او عدد الاعمدة فهي 2 معروفة فبقى عندي فقط بس الكي الكي اروح للمعادله قلنا عليها قلت لكم هاي حفظوها المعادله وهذه نجي نطبق هاي المعادله اللي احنا اخذناها لاحظ هاي المعادله اللي شفناها هاي المعادله اللي هي summation probability يعني مال الروح على conditional probability matrix اللي هسه موجوده هي هاي ويعني ناخذ كل عنصر نضربه في لوج العنصر نفسه هذه يعني مجرد انه ناخذ كل عنصر ونضرب يعني ناخذ واحد من الصفوف طبعا لانه نعطينا بس سمويشن واحد لو نعطينا السمويشن 2 معناها ناخذ كل العناصر وكل الصفوف هذا معناها شنو معناها ناخذ يعني ناخذ صف او عمود يعني وناخذ عناصر الصف هذا وكل واحد عنده ضربة في اللوغ مالته فشوف يا أبا هسه هذه probability يعني of y condition x هاي conditional probability matrix روح عليها هي هاي ترى خاف يعني هو ساعدكم هاي ترى هي هاي conditional probability matrix منين طلعناها طلعناها من هذا الرسم وهذا الرسم إما ينطيني الرسم هيك بشكل مباشر او ينطيني probability of error هذا الايرور منها الايرور يعني الاكس تروح واي او الاكس 2 تروح واي 1 يعني ينقلب الصفر يصير واحد فهذا الايرور يكون قليل طبعا 0.3 0.2 0.25 0.1 وهكذا ما يصير هواي يعني ما يصير جزء اكثر من 5.5 معناها هذا الشانل لا يصلح لنقل البيانات عموما هسه عرفنا احنا عندنا هذا الرسم نطلع من عنده مصفوفة الـ probability of y condition x والقول الـ k هو ناخذ بما انه summation واحد مثل ما شفنا اذا ناخذ لو صف لو عمود لو عمود لو صف وناخذ كل عنصر من هذا العمود او الصف ونضربه في اللوغ مالته هذا اللي صار هنا ترى يعني عملية بسيطة جدا لشوفوا المعادلة طويلة فاذا الـ k هي عبارة عن ناخذ صف واحد احد الصفوف ونضرب فيه اللوج مالته ونشوف العنصر الثاني من الصف الاول ونضربه باللوج مالته فطلع عندي ماينس هذا يعني هسه هذه لو تحسبها يطلع الرقم ماينس لانه اصلا المعادله مو ماينس مثل ما مضروب ماينس مثل المعادله مع السورس انتروبي زين طبعا هاي ناقصة وحدات اللي هو تكتبون الوحدات بيتس بير سيمبل هذه الوحدات مالته فحتى ينجمع زين هسه نجي على الشانل كاباسيتي ايش عندنا هسه الشانل كاباسيتي ايش بيها
ناقص، قلنا هاي لوج 2 للام تطلع، يعني لوج 2 للام والام 2، فهذه لوج 2 للاثنين 1، وطلعت الكي عندي هذه، فنقول 1 ناقص هذا الرقم، لانه المعادلة الزائد، والزائد هذا انقلب الى ناقص بسبب هاي الناقص، فصير عندي المعادلة الناتج مالته يكون بهذا الشكل. فلاحظت 1 صار ناقص يعصب الاصل موجب، فأصبح عندي هذا الرقم 0.1187 bits per symbol. ونبهتكم قلت لكم تأخذون أقل شيء 3 digit بعد الفارزة، والرقم الرابع تقربوه مو تحذفه، يعني قرب، يعني هسه مثلا إذا أخذت هذه يعني 3 digit 3 أرقام، معناها تصير عندي 0.119، هيك يصير يعني 0.119 يصير، يعني اذا تقرب، واذا تبقيها 4 يكون احسن. هسه لهنا خلص عندي المطلب الاول، يعني find the channel capacity. هسه نجي على المطلب الثاني اللي هو efficiency. هذا efficiency شويه بيها حل مطول. نبدا من قانون الافيشنسي، هذا قانون الافيشنسي، هذا هاي علامه الافيشنسي، هذا الايتا. زين، علامة الافيشنسي تساوي لنا ترانس انفورميشن على الشانل كاباسيتي. زين، الشانل كاباسيتي طلعناها هذه بالسي، بقى عندنا شنو هذا المجهول؟ ترانس انفورميشن. الترانس انفورميشن ما عندي. زين، الترانس انفورميشن هو هذا قانونها، يساوي لنا اتش اوف واي زائد الكي. الكي موجوده بس الاتش اوف واي ما موجوده، اللي هي شنو؟ هي المارجنال انتروبي. المارجنال انتروبي منين يجيبها؟ احتاج الى احتماليه البي اوف واي. ركز وياي رجاء ابني، الحل متسلسل، قلنا الافيشنسي الكفاءه تحتاج الى الترانس انفورميشن، ويعني والشانل كاباسيتي، شانل كاباسيتي موجوده، يبقى احتاج انها الى فقط الترانس انفورميشن. زين، الترانس انفورميشن هذا قانونها، قلنا تساوي لنا اتش اوف واي زائد كي. الكي موجوده لكن الاتش اوف واي هذا يحتاج احصل على البروبابيلتي اوف واي. بروبابيلتي اوف واي، زين، البروبابيلتي اوف واي لازم عندي مصفوفه بروبابيلتي اوف اكس واي، يعني جوينت بروبابيلتي. زين، انا اللي عندي شنو المصفوفه؟ ايش عندي من المصفوفه؟ عندي المصفوفه الكونديشنال انتروبي، هاي كونديشنال بروبابيلتي. فاني احتاج الجوينت بروبابيلتي حتى اجمع الاعمده، فحتى يطلع عندي الواي. تهمنا اذا تتذكرون بالسؤال الماضي، يعني نهايه الفصل قلنا شلون نطلع البي اوف واي، بروبابيلتي اوف واي، نجمع الاعمده، يا اعمده مال مصفوفه يا مصفوفه مال الجوينت، بس هاي عندي كونديشن، فاذا لازم احول هاي الكونديشن، احولها الى جوينت. حتى احولها الى جوينت احتاج الى قانون، قانون تحويل الجوينت هاي الكونديشن الى جوينت. شوف هاي الكونديشن، هاي مصفوفة الجوينت، اذا يعني اذا عندي الكونديشن لازم اني اضربها في probability of x. زين، البروبابيلتي اوف اكس ما عندي، ايش ناطيني هو معلومه؟ ناطيني قال لي، شوف هسه هاي المعلومات متسلسله، رجاء ان تحافظ على التسلسل وتفهموها زين، ان هذا السؤال كلش كلش مهم. ناطيني البروبابيلتي اوف، ناطيني السيلف انفورميشن اوف اكس، اوف اكس 1. زين، اني السيلف انفورميشن مو قانونها يعتمد على البروبابيلتي مال اكس 1، فاذا عندي البروبابيلتي مال اكس 1 اطلع ترانس انفورميشن، عفوا سيلف انفورميشن، فهاي السيلف انفورميشن ناطيني 2 بت، فاذا اروح شو اسوي؟ على القانون مال السيلف انفورميشن، يعني تذكرون السيلف انفورميشن يساوي هذا القانون مالته، يساوي ناقص لوج 2 بروبابيلتي اوف اكس. هسه هاي عندي معلومه الاي اوف اكس، معلومه اللي هي تساوي 2، بقى عندي شلون اطلع البروبابيلتي اوف اكس، فايش اسوي؟ حتى يعني حتى احاول اطلع اخذ عكس اللوج، عكس اللوج اللي هو شنو؟ يعني 2 اس، ما دام هو اللوج للاثنين، فاني شو اسوي؟
يعني اخذ الاثنين اس، يعني هاي الاثنين يصير اس للاثنين. فاذا صرت شلون صارت هسه عندي، عندي هسه هذه probability، هسه هذا السالب جبته هنا صار عندي log 2 probability of x يساوي ناقص 2. زين من اخذ اللوج انفيرس، اللوج انفيرس ياكل هذا اللوج يبقى عندي بس probability of x. زين اما هذا الرقم هذا يصير اس للاثنين، فاذا اللي هو الرقم هذا ايش قدها؟ ناقص 2 فصار اس للاثنين. زين 2 اس ناقص 2 يساوي لنا ربع، فاذا probability تساوي لنا، يعني probability هذه تساوي لنا 0.25. زين 0.25 اقدر اطلع البروبابيلتي الثانيه، واحد ناقص هاي البروبابيلتي تطلع البروبابيلتي هذه اللي هي هيك. هذا شويه يحتاج بالمحاضره الحضوريه اوضح لكم اياها اكثر، هذا يعني بس هذا التسلسل يجب ان تحفظه او مو تحفظه وانما تفهمه، لان اني قد اختصر لك هذه الفره اجيب لك من نص السؤال، يعني انطيك مثلا البروبابيلتي مال هذه زين، او انطيك يعني الجوينت probability انطيك اياها مباشرة. هسه اذا راح احول هاي المصفوفة اللي هي الconditional probability، احولها من conditional الى joint، اضرب كل عنصر اضربه في probability of x اللي طلعناها point اعتقد 25. فشوف هسه صار عندي حسب القانون هذا يقول ان الجوينت بروبابيلتي تساوي ان الكونديشن بروبابيلتي في البروبابيلتي اوف اكس، بروبابيلتي اوف اكس طلعناها 0.25، فاذا الصف الاول ينضرب 0.25 والصف الثاني ينضرب في 0.75 وتطلع عندي هاي المصفوفه. هسه من طلعت عندي هاي الجوينت بروبابيلتي اجمع الاعمده يطلع عندي هاي 0.4 0.6 اللي هي بروبابيلتي اوف اي، حتى اطلع ال h of y، حتى اروح اطلع ال i of x اللي هي احتاج بها h of y. وهاي المحاضرة او هذا السؤال شوية نوضحه زايد بالمحاضرة الحضورية، لهذا جدا 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 مهم. طلعت عندي الكفاءة، يعني اقدر اطلع الكفاءة اللي هو مطلوبة، لان هو قال channel capacity و channel efficiency. هنا اكو مطلب ما مطلوب، هذا قال لك find redundancy يعني الزياده، فشو تسوي؟ هي الواحد ناقص الافيشنسي وتطلع عندي هسه هذه بهذا الشكل. زين هسه عندنا سؤال اخر ايضا مهم جدا، هذا الريفيو هو يجمع بين الفصل الاول وبين الفصل الثاني، رجاء هذا تقروه بشكل مفصل يعني، وان شاء الله بالمحاضرة الحضورية راح نعرج الى بالتفصيل، يعني لانه هذا ايضا من الاسئلة المهمة جدا وقد تجي عليها، وحتى اقول لكم شنو الاحتماليات اللي يعني ممكن يعني ينفر به السؤال، فهذا ان شاء الله ناخذه حضوريا. يبقى موضوع بسيط اللي هو cascading channel، في حالة عندي يعني اكثر من channel. احنا هسه الحقيقة بالتطبيقات الحالية بالنسبة للاتصالات هسه بالموبايل بأي مكان عندي هو أكثر من شانل، يعني أنت عندك بينك موبايلك بينك وبين البرج هو شانل، وبين البرج وبين البرج الآخر أنت هما، أنت عندك يعني من تتصل بشكل يعني من عندك اتصال بشخص آخر يعني يعني ايش راح يصير؟ راح يصير هو مو بنفس البرج، يجي بغير منطقه او حتى بغير مدينه، فشنو الشانل اللي بينك وبين البرج غير الشانل بين البرج والبرج الاخر والمدينه والمدينه الاخرى، يجوز اكثر من شانل، شانلين يعني ثلاثه اربعه مربوطات، فينربطن كانه سيريس. فهسه نفترض انه عندي تو شانل، شانلين فالشانلين حتى شلون اطلع، يعني انت من عندك شانلين اطلع القناه يعني هذا اجمعها ويعني اتعامل معها كانه مصفوفه واحده، تعرفون كل شانل الى مصفوفه، وهذه المصفوفه يعني تعرفون اكو بها اعمده واكو بها صفوف. زين فعندي شو يقول القانون؟ يقول أنا عندي المصفوفة الكلية
اللي هي conditional probability matrix المصفوفة الكلية مال القنوات كلها هي مصفوفة القناة الأولى مضروبة في مصفوفة القناة الثانية فعملية ضرب. وتعرفون يا أبا عملية الضرب للمصفوفات يجب أن يتحقق بها شرط. شنو الشرط؟ إنه عدد الأعمدة في القناة في الماتريكس الأولى أو المصفوفة الأولى يساوي عدد صفوف الماتريكس الثانية. فهذه مهمة جدا يعني لا تنسوها لأنه عنده. فإذا إحنا هسه عندنا الأنبوت هنا شنو N والأوتبوت مال شنو M، فعدد ال N في ال M هذه المصفوفة الأولى مال الشانل الأول. زين الشانل الثاني الأنبوت شنو عندي M والأوتبوت شنو عندي K، فإذا المصفوفة مالته هي M في ال K. فإذا نشوف هاي المصفوفة مال probability of y condition للx y condition للx وعندي y z condition للy. هذه المصفوفة هي m n في ال m n نون في ال m وهذه m ميم في ال k. هذه مصفوفة شنو؟ مصفوفة ال probability of z condition y وعندي condition z وعندي المصفوفة هذه اللي هي x condition لل عفوا y condition للx وعندي z condition للy. زين هسه اني عرفت بانه المصفوفة الكلية اللي هي راح تصير n والk يعني شنو n في k وهذه المصفوفة نسميها probability of z كونديشن للاكس صارت مصفوفة الكلية. هذه شلون اوجدها؟ من خلال عملية الضرب. هسه راح ناخذ مثال. لاحظ هسه هذه شانلين قناتين عندي هذا هنا عندي 2 وعندي هنا 3 وعندي هنا 3 والاوتبوت 2. فاذا هسه عندي المصفوفة مالت الشانل الاول هذه اللي هي طلعناها من هذا. زين زيد عندي انبوت، الانبوت هو عدد الصفوف والاوتبوت هو شنو؟ عدد الاعمدة. فعندي الانبوت هذه بوينت يعني الاحتماليات مالته. هسه هذه عندي الانبوت راح يصير عندي هي x1 y1 يعني هسه عندي x1 x2 وهاي y1 y2 y3. زين وهناش عندي عندي x1 او y1 y2 y3 والاوتبوت هو z1 z2. زين هسه عندي هاي المصفوفه طلعتها من الرسم عندي x1 y1 بوينت 8 x1 y2 عندي بوينت 2 و x1 y3 ما عندي فصفر. عندي x2 هسه هذه نجي على الصف الثاني x2 y1 اللي هي بوينت 3 و x2 y2 صفر ماكو شيء و x2 y3 موجودة بوينت 7. نجي على المصفوفة هذه أخذناها هذه شوف y1 للz1 اللي هي بوينت 7 و y1 z2 اللي هي بوينت 3 وهكذا الباقيات يعني تطلع بسهولة. هسا نجي شلون نطلع المصفوفة الكلية بابا. هسا هذه المصفوفة الكلية شلون نطلعها؟ نضرب عندنا المصفوفة الأولى بالمصفوفة الثانية. لازم يتحقق عندي شرط اللي هو عدد الأعمدة للمصفوفة الأولى يساوي عدد صفوف المصفوفة الثانية. فسنيجي نضرب ضرب مصفوفة بسيط يعني نضرب الصف الأول في العمود الأول وكل عنصر من عناصر الصف الأول ينضرب بهذا. فبوينت 8 في بوينت 7 زائد بوينت 1 في 2 في بوينت 1 زائد بوينت 0 في بوينت 1 هذه 0. فإذا بوينت 8 في بوينت 7 هي يصير بوينت يعني 56 أصور بوينت وبعدين نضرب بوينت 2 في عفوا بوينت 8 في بوينت 7 72 وبوينت 2 في بوينت يعني هاي نجمعها فيطلع عندي بوينت 76 وتضرب هذا الصف الأول ايضا بالعمود الثاني فيطلع عندك هذا اللي هسه هذا بوينت 8 في بوينت 3 هي بوينت 24 وهذا وهذا تكون صفر فيطلع عندي بوينت 24. نفس الشيء عندك بالنسبه للصف
الأول الصف الثاني في العمود الأول يطلع عندي هذا، والصف الثاني في العمود الثاني يطلع عندي هذا، وطلعت عندي هاي المصفوفة اللي هو المطلوب. وأيضا هذه نعرج عليها إن شاء الله في المحاضرة الحضوري، ولأنه من المواد المهمة جدا والأمثلة المهمة جدا، نتمنى أن تكون مفهومة عندكم وواضحة. أتمنى لكم التوفيق.